قال وزير الصناعة الجزائري إن قانون الاستثمار الجديد أصبح جاهزا وسيتم عرضه للمناقشة في البرلمان قبل نهاية السنة الحالية. الوزير الجزائري قال إن ما يميز القانون أنه أعد وفق رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملائم للاستثمار وبيئة تسودها الثقة خاصة الاستقرار. قانون الاستثمار الجديد الذي تم طرحه في الجزائر يقضي بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات. يسمح هذا القانون للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصص الأغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز. الحكومة صدقت من خلال هذا القانون على رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمة بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر. ويضمن هذا المشروع أيضاً عدم التفرقة في المعاملة ما بين المستثمرين العموميين والخواص، كما يعطي الأولوية للمشاريع الاستثمارية الأكثر مردودية للبلاد. القانون الجديد يعفي كذلك من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. لمناقشة المزيد ينضم إلينا من الجزائر عبر الأقمار الصناعية الدكتور حميد علوان، أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر. أهلا بك دكتور معنا في ألوان الشرق اليوم. بحسب مسودة قانون الاستثمار الجزائري الجديد دكتور، سيفتح سقف ملكية المشاريع، سيلغي أيضا قاعدة أن تكون حصة الأغلبية للكيان الجزائري. إلى أي مدى سيتم الوصول إلى إلغاء حدود الملكية الأجنبية الكاملة في الجزائر؟ شكرا جزيلا، تحية سلام لكم وللمشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة. اليوم الجزائر بات من الواجب عليها أنها تتجه نحو استقطاب رؤوس أموال، البحث عن مصادر تمويل جديدة للجزائر خارج ما يسمى مصادر النفط، مصادر القطاع النفطي في الجزائر. اليوم الجزائر تشهد تعقيدات ربما اقتصادية ومالية نظرا للأزمة المتعددة الأطراف. ربما الجزائر بدأت الأزمة المالية في الجزائر منذ انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014، والأزمة تتعقد. إلى غاية تعقدت الأزمة الاقتصادية في الجزائر والمالية مع هذه الجائحة وهذه التعقيدات الاقتصادية العالمية، فبات على الجزائريين اليوم كسلطة أنهم يتوجهون نحو منظومة تشريعية أخرى لاستقطاب رؤوس الأموال، ولا تكون هذه البيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، خاصة لأن اليوم البحث على رؤوس أموال خارج ما يسمى الخزينة العمومية، وهو البحث عنها في سوق رأس المال. ومن ثم لجأت الجزائر في هذه التشريعات الأخيرة لقانون المالية للسنة المقبلة أنها وضعت بعض التحفيزات، بل هذه التحفيزات لم تكن في تاريخ الجزائر. مثلا قاعدة 49-51 التي كانت تعرقل أكثر من أنها دكتور. محفزة للاستثمارات الأجنبية، أظن بأنها سوف تلغى هذه القاعدة وتعطي الأفضلية لأصحابين رؤوس الأموال حتى ولو كانوا أجانب. ومن ثم اليوم الجزائر بات عليها أنها تمر إلى مرحلة ثانية وهي التحفيزات الأخرى سواء كانت جبائية أو جمركية حتى الإدارية منها. مثلا الملف الإداري الذي استبدل في هذه المنظومة التشريعية لسنة ما هي المشاريع التي سيسمح بها؟ إلى أي مدى أيضا سيكون هذا القانون موجه لقطاعات معينة؟ كذلك ماذا فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية كالنفط والغاز؟ هي أكبر الاستثمارات التي يطمح إليها المستثمر. كيف سيتم جذبه لهذه القطاعات وسط منافسة أيضا حادة بين دول عربية رائدة كدول الخليج ومصر وبنى تحتية قوية أيضا؟ جميل جدا، لكن الجزائر إلى غاية اللحظة لأنها ربما أول تجربة سيكون هناك تحفظ على القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل بها الجزائر والتي تعتبر مصدرها للأموال أو ما يسمى العملة الصعبة في الجزائر. لذلك أظن بأن هذا الاستثناء ربما يكون ظرفي، وسنلاحظ ماذا يمليه عليه النظام المالي الجديد على الجزائريين، لأن وجب علينا أننا نتجه إلى أن نعطي الفرصة حتى في القطاعات الأخرى. لكن في البدايات الأولى يجب استقطاب المشاريع التي تخلق القيمة المضافة والثروة وبناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات بناء على أن هذا كله كلام جميل دكتور،
كله كلام جميل، ولكن بعض المجتمعات ترحب بالاستثمار الأجنبي والبعض الآخر يقلق، لأن أنظمة الاستثمار الأجنبي تقوم في النهاية على حرية جلب العمالة من الخارج. إلى أي مدى ممكن أن يؤثر هذا على العمالة الجزائرية؟ أولا اليوم لما نتكلم عن العمالة في الجزائر أنها تؤثر على الاقتصاد الجزائري، نلاحظ أن قطاع البناء في الجزائر في هذه اللحظة تقريب اليد العاملة هي أجنبية، لذلك اليوم لا نجد حرج من أن تكون هذه اليد الأجنبية لديها الكفاءات اللازمة في تطوير الاقتصاد الجزائري والنهوض بالجزائر نحو أنها تكون دولة ناشئة أو دولة صاعدة اقتصاديا. لذلك أظن بأن الجزائر لديها بدائل أخرى، لأن معظم القطاعات هي إلى غاية اللحظة لم تستغل بالكفاءة اللازمة في الجزائر. فأظن أن الناتج المحلي الإجمالي يعبر على أن ليس هناك حرج من أن تكون يد أجنبية في الجزائر في إطار ما يسمى السيادة الوطنية ومنظومة تشريعية تكون متفتحة على السافوار فار، ما يسمى بالتقنية العالية الجودة. يجب أننا كمرحلة أولى أننا ندفع ربما فاتورة، هذه الفاتورة لا يجب التخوف منها كجزائريين أو كدولة ريعية، حتى الدول التي تتخوف من هذه سوف تسقط في معدلات نمو منخفضة. ولذلك أظن بأن اليوم توجب على الاقتصاد الجزائري أنه يتوجه بمرونة نحو مثل هذه الانفتاحات، وإلا ستجد الجزائر مستقبلا مع انهيار احتياطي الصرف ستجد الجزائر نفسها أمام تعقيدات ربما تلجأ إلى الاستدانة الخارجية. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والمداخلة لليوم. كنت معنا الدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك.